السلام عليكم ورحمة الله. نفذت رابطة أمهات المعتقلين وقفة احتجاجية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي جراء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب في سجون تحالف الحوثي وصالح. المشاركات في الوقفة الاحتجاجية وجهن دعوة للأمم المتحدة لإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير أبنائهن وإيقاف التعذيب الذي يتعرضون له يوميا في ظروف غير إنسانية بحسب إفادة المحتجزين. نناقش هذا الموضوع في محورين: كيف تتعاطى المنظمات الحقوقية مع ملف المعتقلين والمخفيين قسرا، وما هو مصير مئات السجناء بعد الكشف عن مقتل العشرات تحت التعذيب. رابطة أمهات المختطفين قالت إن أكثر من 70 معتقلا في سجون الميليشيا قتلوا خلال أكثر من عام جراء التعذيب الذي يمارس عليهم في السجون. وطالبت الرابطة في بيان لها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. هذا الموضوع نتعرف على بعض تفاصيله في سياق التقرير التالي. لا يكاد يمر أسبوع على هذا الشارع إلا واستمع إلى هذه الأصوات والنداءات، صرخات أمهات لم يشاهدن أبناءهن منذ ما يقارب العامين، عامان من النضال السلمي بكافة الوسائل والأدوات لمئات الأمهات المكلومات أحرقن ستائرهن وعباءاتهن وجدائل شعرهن، ولكن كل ذلك لم ينعش الضمير المغيب. سكوت وصمت رهيب يحيط بالمكان ويحيل أصوات الأمهات إلى مجرد أنات مهموسة لا يسمعها السجانون ولا تصل للعالم الخارجي إلا عبر حناجرهن. نشاط أسبوعي لا يعرف الكلل لرابطة أمهات المختطفين النافذة الوحيدة للضوء في البلاد المخنوقة بأدوات الانقلاب التي تستمر في ارتكاب الجرائم ضد المختطفين والتي تصل لحد التصفية. ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رابطة الأمهات عن الفظائع التي ترتكب في حق المختطفين والمخفيين قسراً. وفي التفاصيل قالت الأمهات في البيان الأخير إن 70 مختطفا في سجون الميليشيا تعرضوا للقتل جراء التعذيب الوحشي ووضعهم كدروع بشرية، فيما طالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير أبنائهن والتحقيق في واقع ما يتعرضون له. ميليشيا الحوثي في جديد انتهاكاتها ضد الصحفيين نقلت الصحفي يوسف عجلان برفقة 15 مختطفا آخرين إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. لحظات هي الأصعب تلك التي تمر بها أمهات المختطفين، واختبار أخلاقي آخر لمنظمات خيبت آمال هذه الأمهات ومعها ملايين اليمنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع فاطمة حميد شقيقة الصحفي حارث حميد من صنعاء. مساء الخير فاطمة. مساء النور أستاذ. أهلا ومرحبا بك معنا فاطمة. في البداية صفي لنا ظروف اعتقال حارث، كيف تمت؟ تمت في ظروف غامضة، حيث كان يمارس مهنته الصحفية، وبينما كانوا في مقر عمله إذ هجبت عليهم الميليشيا ليلا الساعة الثانية ليلا وأخذوهم إلى قسم الحصبة، ومن ثم نقلوهم إلى مكان مجهول. نعم. ثم ذهبوا به إلى قسم الثورة ثم هبرة والآن مستقر في الأمن السياسي. نعم. متى آخر مرة التقيتم فيه؟ الاثنين الماضي. نعم. كيف هي ظروف حارث الصحية والنفسية؟ طبعا تطورت حالته الصحية، يعني تدهورت كثيرا، حيث أنه يعاني من ألم في الأسنان وألم في الظهر، أيضا نتيجة لعدم تعرضه من الشمس. أيضا حارث تم سحب النظارة عليه، مما الآن نظره بدأ يعني يتدهور كثيرا، وأيضا يعاني دائما من صداع في الرأس، صداع مزمن، ورفضوا أن يتم عرضه على طبيب. نعم. حتى يعاني من تسمم غذائي بسبب التغذية السيئة. نعم.
طيب، جانب التعامل من قبل الميليشيا معهم في السجون كيف يتم؟ هل شرح لكم حارة طبيعة المعاملة التي يتلقونها في السجون؟ أي دائما يشرح لنا المعاملة هناك سيئة للغاية. نعم، الضغوطات يعني التي تمارس الحكومة بيأخذوها. نعم، أقصد الضغوطات التي تمارس أمامهم، نوع من أنواع التعذيب، أساليب تعذيب، ما الذي يمارس ضدهم يعني بحسب ما شرح لك حارث؟ يتعرضون للتعذيب الجسدي ثم للتعذيب النفسي. نعم، حاليا نعم حاليا ذكرتي بأنهم نقلوهم إلى سجن الأمن السياسي. بالضبط. هل ذكروا لكم الأسباب التي جعلتهم ينقلوهم إلى الأمن السياسي؟ ما المطلوب منهم؟ لا لم يذكروا. نعم، طيب، شكرا لك فاطمة حميد شقيقة الصحفي حارث حميد، كنت معنا من صنعاء. نشرك معنا في الحديث من صنعاء أيضا الصحفية والناشطة الحقوقية حبيبة راجح. مساء الخير أستاذة حبيبة. مساء الأنوار، أهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذة حبيبة. في البداية ضعينا بصورة الأرقام التي تملكونها عن عدد السجناء المسجلين لديكم، الظروف التي يعانون منها في السجون. بداية الأرقام متزايدة بشكل، لن نقول دوري ولكن بشكل يومي، وتحدث عدة اختطافات في اليوم الواحد، لذلك لم تستطع بعض المنظمات أن تحصر تماما عدد المختطفين، ولكن توجد منظمة حصرتهم قبل فترة أكثر من 8000 مختطف، خصوصا في عموم سجون ميليشيا الحوثي وصالح، كما أنه يوجد أكثر من 2000 مختطف قسريا مع بداية الأحداث 21 سبتمبر. نعم. لذلك لا توجد إحصائيات محددة للمنظمات بالخصوص بداخل أمانة العاصمة. نعم، لا زالت يعني أفهم من كلامك بأن الأرقام يعني كل يوم تتزايد، وكل يوم هناك كثر من الناس معرضون للاختطاف من قبل الميليشيا. بشكل يومي تكاد حادثة الاختطاف لا تخلو نهائيا، بالذات في أمانة العاصمة تماما، سواء اختطاف على الرأي السياسي، سواء اختطاف تجار، اختطاف كل من يعارض تماما. لكن توجد إحصائية أخيرة كانت للمختطفين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب 70 حالة وفاة. نعم. الذين تم تعذيبهم وتم استشهادهم على يد ميليشيا الحوثي وصالح، يا إما كان بسبب الحالة الصحية السيئة أو التعامل السيء، كما أنه من التعذيب المباشر، كما يوجد من البعض منهم وضعهم كدروع بشرية. نعم، طيب أخت حبيبة، البعض يتساءل، ربما المعظم بل الجميع من أصبحوا في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا لا يتحدثون، ولا ربما تركوا السياسة وتركوا أن يعارضوا الميليشيا والانقلابيين، إذن ما هي التهم التي توجه لهم حتى يتم اعتقالهم بشكل يومي كما تتحدثين؟ يوجد لدينا أصحاب محلات يتم إرغامهم وإجبارهم على دفع الجبايات دون وجهها، فمن يرفض حتى تحت أدنى مبلغ أنه سأعطيكم ولكن ليس المبلغ الذي يعني تطلبونه، ويتم اعتقالهم. لدينا كمان في جامعة صنعاء في بيان الدكاترة عندما أعلنوا الإضراب، هيئة النقابة من ضمن شروطهم إخراج أولاد الدكاترة وبعض الدكاترة من جامعة صنعاء من سجون الميليشيا. فقط لم يقتصر الأمر على وضع سياسي، ولكن كل من يقول لهم لا أو من يقف على طريقهم يتم اختطافهم، وقد يطال الاختطاف من يوالونهم. نعم، طيب، كانت لكم أستاذة حبيبة ربما دعوات للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ما إلى أين وصلتم بهذا الصدد؟ هل وجدتم أي استجابة، أي ضغوطات تمارس مثلا على الميليشيا للتخفيف على هؤلاء المعتقلين أو الإفراج عنهم، لا سيما الذين حالتهم حرجة وخطيرة؟ بالطبع، كانت رابطة أمهات المختطفين بشكل دائم في وقفات، وهي جبهة النضال المدني الأخيرة التي تتواجد في أمانة العاصمة، والتي تواجه خذلان المجتمع الدولي قبل المجتمع المحلي وقبل العرف والتقاليد في وسط العاصمة.
نادت طالبت أدانت تقريبا كل أسبوع ولهم وقفة احتجاجية إما أمام الأمم المتحدة أمام المنظمة السامية للأمم المتحدة. لدينا وقفات أمام السجون أمام منظمات خارجية، ولكن أظهر الصمت أن ورقة حقوق الإنسان ورقة يتم التلاعب بها بشكل رئيسي بشكل واضح. فقط لدينا عبارات ومهاترات نتغنى بها عن حقوق الإنسان، ولكن لا واقع لها بالذات مع الأوضاع الراهنة في أمانة العاصمة. نعم. يوجد لدينا أكثر من بيان موجه عندما زار المبعوث الأممي، تم إرسال لهم البيان، تم الوقوف أمام المكتب، ولكن دون أي مراعاة. نعم. أو دون أي استجابة. نعم. لا كما هي الاستجابة من الميليشيا، زيادة في القتل، زيادة في الانتهاكات، زيادة في التعذيب. نعم، هذا فيما يخص المنظمات الدولية. طيب المنظمات المحلية أو من لا زالت تعمل في هذا الجانب في صنعاء وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا، وأيضا أنتم من خلال تواصلكم مع قيادات في الميليشيا أو من لهم علاقة بالمسجونين والمختطفين والمعتقلين في سجونهم، ما هي يعني أو الاتهامات التي يردون عليكم بها بسبب اختطاف هؤلاء، أو ما هي المبررات التي ربما عن طريقها يعني يبررون لأنفسهم باعتقالهم أو اختطافهم؟ بداية أستاذ العزيز، بما يخص المنظمات والمؤسسات الحقوقية الداخلية، إذا كنا تكلمنا عن المنظمات الخارجية التي قد لا يمسهم الضرر من قبل الميليشيا، فما بالك بالمؤسسات الداخلية التي خضعت الكثير منها لحكم الميليشيا، خضعت الكثير لمندوبي مراقبة فيها، خضعت الكثير منها للانتهاك وللنهب وللسرق. فتجنبت الكثير من المنظمات الحقوقية الخوض في هذا الأمر خوفا من زيادة من الانتهاكات بحقها من قبل الميليشيا. نعم. أما بما يخص التواصل مع رجال الميليشيا، وعود وكذب دائم لا مصداقية نهائيا في وعودهم. في كل مرة تقف رابطة أمهات المختطفين يتم الوعود وتتم أنه سنعمل سنترك سنسمح، ولا أي استجابة صادقة بما تعنيها الكلمة، لا استجابة صادقة. إذا في أطرأ الظروف، إذا كان إدخال بعض الأشياء في الفترة الأخيرة، منع بعض المختطفين من إدخال لهم الأدوية، منع أهاليهم من زيارتهم، حالة مأساوية بما تعنيها الكلمة. نعم. طيب أستاذة حبيبة. نعم أستاذة حبيبة. الجانب الثالث. نعم. نعم أستاذة حبيبة، تكرمي بالبقاء معنا. نشارك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. تقييمك لتعاطي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع ملف المختطفين في اليمن. للأسف الشديد، أي متابع وليس أنا فقط، أي متابع سيكون تقييمه لأداء المنظمات فيما يخص هذا الملف تقييما سلبيا، وذلك لكل ما يحدث على الأرض وما نشاهده يوميا من أحداث، وبالمقابل لا نجد أي يعني أثر حقيقي أو ردة فعل حقيقية يجب أن تكون من هذه المنظمات التي ترفع أعظم شعار وهو شعار الحقوق والحريات. الجميع يعلم أن قضايا التعذيب هي من أشد القضايا التي يجب أن يقف معها الجميع وقفة جادة وحقيقية، ويتصدون لمثل هذه الأعمال التي لا تظهر إلا مدى حقد وسوء الطرف الذي نتعامل معه. نعم. دوركم أنتم في وزارة حقوق الإنسان، ما الذي قدمتموه لهؤلاء المختطفين على الأقل في متابعة المنظمات الدولية التي ربما لو تحركت لا يعني ضغطت على الميليشيا وعملت حل هؤلاء المختطفين؟ نحن قمنا بعملية أو نقوم بشكل متواصل بمتابعة المنظمات التي تقوم بعملية الرصد والتوثيق لكل هذه الجرائم، ثم نقدمها أيضا كملفات في مجلس حقوق الإنسان وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اللقاءات المتعددة مع المقررين الخاص، المقرر الخاص لقضايا التعذيب
والمقرر الخاص لقضايا الإخفاء القسري وغيرها من القضايا الحقوقية، بالإضافة إلى التقديم الذي تم عبر السفير خالد اليماني في نيويورك، حيث تم تقديم ملف متكامل عن المعتقلين في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن. هذا التصعيد المتنامي لطرح هذه القضايا يأتي في إطار التوجه الذي نريده لإيصال هذه القضايا إلى أعلى المستويات وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية. نعم، أمام إذن يعني هذا الإصرار الميليشيا على عدم التعاطي مع أي دعوات سواء كانت محلية أو دولية، ما هي الطرق التي عن طريقها ممكن يتم التخفيف على هؤلاء المعتقلين أو حتى السماح لمن حالتهم خطيرة؟ كما تعلم الزميل عبد الخالق عمران، ربما حالته تتدهور يوميا وقد يصل إلى الشلل، والبعض الآخر قد يصل به إلى الموت. ما الذي ممكن يعني أن تعملوا أو تقدموا لمثل هؤلاء؟ هناك تواصل مع عدد من المنظمات الدولية ومن ضمنها الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المختصة للضغط على هذه الميليشيات من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين والمخفيين، لأن خلال الفترة الماضية وصلت الأعداد ما بين المعتقلين والمختطفين والمخفيين والمحتجزين وصلت إلى أعداد مهولة تزيد عن 13 ألف إنسان دخلوا في هذه القوائم المختلفة، والتعذيب يطال الجميع بلا استثناء طبعا، وتكون جرعة التعذيب للمعتقلين أو المختطفين السياسيين المخفيين سياسيا أو إعلاميا، كل من يكونون أصحاب صوت عالي في مواجهة هذا الظلم وهذا الطغيان بالتأكيد تكون حصة التعذيب معهم بشعة وتظهر بشكل مخيف، حتى أننا نتعامل مع أناس يعني من يقومون بالاختطاف ثم من يقوم بالسجن ثم من يقوم بالتعذيب ثم من يقوم أيضا بالتعامل مع أهالي هؤلاء بطلب أموال لمشاهدة للدخول لمشاهدة ذويهم أو تسليم جثثهم. هل قد سمعت في يوم من الأيام أن شخص أو جهة أو أي ميليشيا في الدنيا تقوم بكل هذه الأعمال البشعة ثم تبيع جثمان الشخص المعتقل أو المخفي بعد تعذيبه؟ نعم، تكرم بالبقاء معي أستاذ نبيل. نعود إلى صنعاء مع الأستاذة حبيبة راجح، صحفية وناشطة حقوقية. أستاذة حبيبة، الوقفات الاحتجاجية التي تنفذونها ربما باستمرار أو شبه يومي في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن المختطفين أو التخفيف من معاناتهم، ربما البعض منهم حالتهم سيئة، هل تم أي استجابة من قبل الميليشيا على الأقل لمن حالتهم الصحية متدهورة، السماح لهم بالعلاج، السماح لهم بنقلهم إلى المستشفى؟ ما الذي يحدث من قبل الميليشيا أمام دعواتكم جميعها؟ طبعا الوقفات كما قلنا أن الوقفات مستمرة والإبانات مستمرة والبيانات التابعة لرابطة أمهات المختطفين مستمرة، لكن إذا تمت الاستجابة تتم على وجه أقصر الوجوه، أنه يتم إدخال علاج بعد تفتيش وبعد يعني عدة أيام من المشرف الفلاني وإلى المشرف الفلاني حتى يتم إدخال العلاج، ولكن المرحلة نقله إلى مستشفى أو مع إدخال طبيب أو ما إلى ذلك فهذا من المستحيلات من قبل الميليشيا. منعت تماما نقل بعض المختطفين لتدهور حالتهم الصحية إلى المستشفى أو إدخال الطبيب، رفضوا تماما. نعم، ما يسمحون به، وعلى مر أيام هو إدخال العلاج. نعم، طيب أستاذة حبيبة، الميليشيا تدعي بأن معظم هؤلاء المختطفين والمعتقلين في سجنها هم سجناء حرب، صحة هذه المعلومة؟ لا، سجناء حرب كما يكتبون كما يتنفسون كما قال أحد السياسيين، طلاب جامعات من عموم الشوارع في الشارع يعني أمام المرأة ومسمع يتم اختطافه. أحد المرات كانت رابطة أمهات المختطفين تقف، فإذا أحدهم مصور في تلك اللحظة تم اختطافه، تم تكسير تليفونه. أي سجناء حرب
كما أن الصحفيين طلاب جامعة صنعاء منهم الكثير من المختطفين فعلا يكذبون كما يتنفسون، كما أنه إذا تم كما يقولون أنهم سجناء حرب فالأسير له حقوقه وله فن وأعراف التعامل معه مهما لا. كان أسير حرب، وإذا حتى وإن كان جاء من المعركة لديهم نرى قوات الشرعية كيف تتعامل مع أسراء الحرب. نعم طيب أستاذة حبيبة أيضا الفرق الكبير. نعم أستاذة حبيبة تابعنا لكم العديد من الوقفات أمام مكتب النائب العام، هل النائب العام ربما أحدث أي شيء استجابة لنداءاتكم؟ ما الذي قام به؟ لم تتم الاستجابة المطلوبة من قبل النائب العام، كانت أدنى استجابة تكون من النائب العام هو قبول الرسالة أو الإدانة أو البيان من رابطة أمهات المختطفين أو النزول أحد أعضاء النيابة بأخذ البيان، هذه كانت أدنى استجابة كانت عندما كنا نقف أمام النائب العام، لا توجد استجابة صادقة. لدينا نتكلم عن عدد كبير جدا، إنه 70 مختطف يموت تحت التعذيب، يعني عدد مهول للغاية، يعني تحت التعذيب، يا إما حالته الصحية تسوء ويموت داخل السجون أو من تعامله أو دروع بشرية. ف خلف كما ذكر ضيفكم الكريم 13,000. نعم. كيف تتعامل هذه الميليشيا وما هي أخلاقية الميليشيا مع تعامل المختطفين؟ نعم. سؤال أخير أستاذة حبيبة أختم به معك فيما يخص البعض يقول بأن بعض السجناء يتم الطلب منه فدية مالية مقابل إخراجه من السجن، هل ممن أنتم تتابعون قضيتهم وهم في السجون طلب منكم مبالغ مالية للإفراج عنهم؟ نعم بالتأكيد، أحد المختطفين مبالغ كبيرة جدا فوق 3 مليون 4 مليون، ونعرف شخصيات تم إخراجها بمبالغ مالية، لا توجد أي تهمة، لم يجدوا ما يلصقوا عليهم، فتم الطلب مبالغ مالية ويتم مقاسمتها بين مشرفي السجون. كما أنه أنوه الموضوع أن الميليشيا تقوم عندما تختطف أو تذهب دائما عمل كرهينا بذات التجار أو المحلات التجارية في إمارة العاصمة، فيما لم يستجب يتم على طول الاختطاف لأنهم يعرفون أنهم سيأتي بعدها أموال طائلة. نعم. كما أنه ننوه من ضمن التعذيب الذي يتم داخل السجون إظهار شخصيات على قناتهم الإعلامية تعترف بأشياء ليس لهم علاقة البتة، كما أظهر أهاليهم وصرح أهاليهم أن ليس لمختطفين ما يقولون أمام الشاشات. نعم شكرا جزيلا لك. قبل أيام ظهر أحد المختطفين تواصلوا معنا أهاليهم أن ابن المختطف ظهر على قناة المسيرة يتحدث بأشياء كاذبة ليس لابننا علاقة نهائيا بما يتكلم، دليل قاطع أنه تحدث تحت الترهيب وتحت التعذيب. نعم هؤلاء الذين يرغمونهم أستاذة حبيبة هؤلاء الذين يرغمونهم على أن يتحدثوا لوسائل الإعلام بما يريدون وبما يملى عليهم من قبل الميليشيا فعلاً. هل بعدها يتم أستاذة حبيبة هل بعدها يتم الإفراج عنهم مثلا؟ لا لم يتم الإفراج عنهم، وإنما يتحدثون يثبتون أمام القنوات أن نحن اختطفناهم على حق وأنهم خلايا إرهابية وأنهم يأتون بالسلاح وأنهم سافروا للتخابر مع بعض الدول وأنهم فقط ليظهروا أنهم على حق، حتى أن بعض الأهالي أنكر تماما أنه يوجد لولدهم حتى جواز السفر وتكلم أنه سافر وأنه كان على علاقة ما مع بعض الشخصيات السياسية. كلها ادعاءات كاذبة، ولكن إن شاء الله يعني قريبا يفرج على هؤلاء المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا. شكرا جزيلا لك حبيبة راجح ناشطة حقوقية وصحفية كنت معنا من صنعاء، عودة إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل إذن كما ذكرت الأستاذة حبيبة ربما بعض المختطفين والمعتقلين الميليشيا تطلب منهم مثلا مبالغ مالية، هل بإمكان الوزارة أو التنسيق مع منظمات أخرى على الأقل دفع مبالغ مالية كفدية للميليشيا من أجل إخراج هؤلاء، أم
ربما هذا الـ 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 هذا الباب غير قادرين أنتم أيضا حتى على توفيره من أجل الإفراج عن منهم حالتهم على الأقل صعبة وحرجة. أخي العزيز، أولا نحن لا نتعامل مع هذه الميليشيات أبدا، لأننا لا نعترف بها ولا نقر بكل ما فيها. هذه القضاء نحن كنا نطالب أساسا أن ينزل الجميع إلى الشارع لرفض هذه الأعمال ومواجهتها وفضح هذه الانتهاكات. ما تقوم به أمهات المخفيين قصريا أو المعتقلين هي أعمال ستظل خالدة للتاريخ، لأنها تكشف هذه الانتهاكات. نعم. غير طبيعي أن تتعامل الحكومة الشرعية مع هذه الميليشيات بهذا الشكل، أو تعترف بتصرفاتها، أو تقدم لها مبالغ مالية مقابل الإفراجات. نحن حتى في عملية تبادل الأسرى في بعض الأحيان عندما نختلف معهم حول أنهم يطلبون أسرى معينين فقط والباقي لا يطلبونهم، كانت ردودهم على هذه الأشياء أن قاموا بتصفية عدد من الأسرى، وهذا وكما تعلم لا يوجد في أي أخلاقيات أي حرب أن يتم قتل الأسير. الممارسات التعذيبية التي تقوم بها الميليشيات وميليشيات صالح والحوثيين ليس فيها، نحن طبعا لم نكن نتوقع أن يصل الغل إلى هذا المستوى. هذه الأعمال التعذيبية التي يصعب حتى أن تذكر في متاحف التعذيب في هولندا هي ما تقوم بها هذه الميليشيات. نعم، إذن إلى أي يعني مدة وما هو الوقت الذي ينتظر هؤلاء أن يتم الإفراج عنهم، أو ما الذي بأيديهم حتى يصنعوه من أجل أن تخفف الميليشيا عنهم مما هم فيه أو تفرج عنهم؟ إلى متى ينتظرون أستاذ نبيل من وجهة نظرك؟ نحن كل ما نتمناه أن تكون ساعة الحسم قادمة ونستطيع أن نخلص هؤلاء جميعا. يعني الوطن بأكمله الآن تحت التعذيب، وبالتالي نحن نقول أن ساعة الحسم هي التي فقط ستجعل الجميع يخرجون من وطأة هذه الأعمال الجنونية التي لا تمت للإنسانية بالصلة. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من القاهرة. الشكر أيضا للصحفية والناشطة الحقوقية حبيبة راجح، وأيضا الشكر لفاطمة حميد شقيقة الصحفي حارث حميد. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل نبيل محمد نبيل، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.